دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. جنايات الفساد تقرر حبس مفتش رسمي ومالك مخبز وتلزم موظفا بإعادة 700 دينار. مركز صحي كفر أسد الشامل بطبيب واحد وبدون سيارة إسعاف. جمعية المطاعم السياحية تعلن عن وظائف عبر المنصة الإلكترونية. الأوبئة يتابع إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية بمركز حدود جابر. شمول العاملين في المؤسسات بشكل جزئي في الضمان الاجتماعي من الخميس. منتدى الاستراتيجيات يؤكد على أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري. الأرصاد تحذر من أمطار الجمعة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.